مشاهدينا، وللحديث عن لجوء السلطات في العراق إلى العشائر من أجل مساعدتها على معالجة أزمة وتجارة وتعاطي المخدرات، معنا أمين سر مجلس شيوخ عشائر الثورة العراقية الدكتور يحيى السنبل. السلام عليكم دكتور. وعليكم السلام ورحمة الله. حياكم الله دكتور. يعني الحكومة اليوم تقيم مؤتمر في بابل من أجل الانفتاح على العشائر ومناقشة موضوع المخدرات والسيطرة عليها، هل بالفعل يعني تنوي الاستعانة بالعشائر بعد عجزها على متابعة هذا الملف، أم هي ربما تفتح الباب أمام عشائر هي متورطة أصلا بتجارة المخدرات؟ أحييك وأحيي مشاهدي قناة الرافدين الكرام. حياكم الله. أخي الكريم، الحكومة عندما انفتحت على مجالس العشائر أو شيوخ العشائر لضبط عملية تهريب وتجارة المخدرات، لأن هذه التجارة التي نخرت أو تنخر المجتمع العراقي أصبحت الشغل الشاغل للعراقيين بشكل كبير. وهناك مجالس عشائرية عقدت من دون تنظيم حكومي لمواجهة هذه الآفة التي تدمر الشباب وتدمر العائلة وتدمر المجتمع وتترابط بحلقات مع قضايا أخرى. لذلك الحكومة سارعت لإضفاء بعض الشرعية من خلال العمل مع العشائر لمحاولة ضبط تجارة هذه المخدرات أو تهريبها. وعندما نرجع إلى الوراء، يعني مثلا في السبعينات، نرى أن العراق لم يشهد حتى عملية تهريب واحدة أو اثنتين عبر حدوده إلى دول أخرى، ولم يكن مستقرا في العراق أي نوع من أنواع تجارة المخدرات. وفي التسعينات ظهرت بأن أيضا العراق هو طريق مرور للمخدرات عبر شبكات للتهريب أو مافيات. ولكن الآن يعني بعد 20 سنة من الاحتلال الأمريكي وهذه الحكومات المتعاقبة مع الأسف، أصبحت تجارة المخدرات رائجة في الشباب، بين الشباب في المجتمع العراقي وفي المدارس وفي الكليات وحتى في السجون. كتبت تقارير بأن حتى يتم تعاطي هناك، وهناك اتهامات لأجهزة أو لعناصر في الشرطة أو في الحدود أو في الأجهزة الأخرى تمارس عملية التهريب وتمارس عملية بيع المخدرات. طيب نأتي دكتور عفوا على نقطة معينة قبل أن نخوض بهذا السجون وغيرها. اليوم تقول أنت أن العشائر هي التي قامت أو أقامت هذه المؤتمرات فيما بينها، ثم بعد ذلك يعني العشائر استبقت الحكومة أو الخطوة الحكومية في أن تنفتح على العشائر بحيث تحارب المخدرات. العشائر طرحت عدة أمور من أجل السيطرة على هذا الموضوع، ومنها السيطرة على المنافذ الحدودية. لماذا لم تستجب الحكومة لمطالبات العشائر بتسليمها أو السيطرة على المنافذ الحدودية؟ أم ربما هناك أمور وراء هذه الإهمال أو ربما التورط بتجارة المخدرات؟ العشائر قبل هذا المؤتمر الذي طالب بضبط الحدود، قد اجتماعات أهدروا فيها دماء من يتعاطى المخدرات أو يبيعها أو يهربها. لذلك أصبحت الحكومة أمام أمر واقع. أما أن تقوم العشائر بما يمليه عليها الوضع الاجتماعي للحفاظ على المجتمع والبيئة وسلامة الشباب، وأما أن تقوم الحكومة أيضا بمساعدتها، وإلا ستكون في مواجهة مع هذه العشائر، لأن هذه الآفة بدأت تنخر المجتمع بشكل كبير، وسبب هذا الشباب البطالة. بالإضافة إلى أنه في هذا المؤتمر طالبوا بضبط الحدود، الحكومة عليها ضبط الحدود في سبيل السيطرة على هذه العصابات أو هذه الخلايا أو هذه المافيات التي تجلب هذه السموم من خارج العراق ومن إيران بالتحديد إلى هذه المجتمعات. لذلك أصبح المؤتمر في بابل هذا مؤتمر هو في برعاية الحكومة، لكن سبقته اجتماعات لكثير شيوخ العشائر في كثير من المحافظات وفي كثير من المدن لمواجهته. نعم، على الحكومة أن تقوم بضبط الحدود وأيضا ملاحقة العناصر التي
تخترق الأجهزة الأمنية بتعاطي وترويج المخدرات، وعليها أيضا إنهاء المشكلة الاقتصادية الموجودة عند هؤلاء الشباب الذين لم يجدوا لا فرصة عمل ولا بطالة، وبطالة كبيرة أصبحت بينهم، فذهبوا إلى حالة هذه المخدرات من أجل التخفيف عن كاهلهم ولحالة اليأس الذي وقعوا فيه. طيب هنا دكتور، أنت تقول أن العشائر اتخذت قرار هدر دم كل من يتاجر بالمخدرات، ولكن هنا هل ستوفر الحكومة للعشائر الدعم الحماية إذا ما صارت العشائر بمواجهة أحد أفراد الميليشيات المتهمة أصلا هي بتجارة وتعاطي والترويج المخدرات؟ نعم، هناك أعراف عشائرية، بمعنى إذا قام شخص بترويج هذه المخدرات في منطقة ضمن عشيرة معينة وأدى إلى ضرر أو إلى موت أو إلى قتل أو إلى، فالعشائر الأخرى تستجيب بأن الأشخاص الذين منها يقومون بهذا العمل الشائن يهدر دمهم. لذلك الحكومة اضطرت للوقوف عند هذه المؤتمرات من أجل وضع صيغة للتعاون، من أجل الحد، لأن هذا أصبح شيء فوق الطاقة التي في المجتمع. يعني بالإضافة إلى أنه كان هناك تهريب إلى أقطار أخرى، ولكن أصبح المجتمع العراقي الآن يعاني، وهناك حالات انتحار بسبب المخدرات، هناك ارتكاب لجرائم بسبب المخدرات، يوميا نسمع بجرائم، وهذا المجتمع العراقي ما كان قبل 2003 نسمع مثل هذه الجرائم وبهذه حالات الانتحار الموجودة. طيب هنا رغم لو العشائر يعني استطاعت السيطرة على بعض المناطق أو سيطرت ربما على الاتجار، ولكن ألا تجد أن الحكومة مقصرة في جانب يعني رعاية متعاطين المخدرات ومعالجة متعاطي المخدرات، وخاصة ذكرت أنه داخل السجون يتم يعني تعريضهم ربما بشكل متعمد للمخدرات؟ نعم، الحكومة مقصرة تقصير كبير، وهذا الملف هو ملف مهمل بالنسبة للحكومة، لم تقدم أي شيء ولم تقف على شيء، ولا توجد أحكام رادعة. لماذا كان العراق خاليا من المخدرات ومن هذه الأمور؟ لأن كانت هناك أحكام رادعة ضد هؤلاء المجرمين الذين يقومون سواء بترويجها أو بيعها أو تهريبها. لكن الآن أصبحت الرشوة وأصبح الفساد، هذا الذي اضطر العشائر العراقية إلى التناخي فيما بينها للوقوف بوجه هذه الآفة. لذلك على الحكومة أن تتحمل مسؤوليتها كاملة، سواء في ضبط الحدود وفي ملاحقة هذه العناصر الإجرامية التي تنشر المخدرات، وفي سبيل أن تبقى أيضا العشائر. إذا ما قامت الحكومة بهذه الواجبات، العشائر ستكون عامل مساعد لها، ولكن إذا الحكومة تخلت عن واجباتها بشكل كامل، فعلى العشائر أن تقوم بحماية أبنائها وحماية مناطقها من هذا السرطان المخيف الذي يدمر المجتمع. هنا دكتور، هناك نقطة، يعني العشائر ألمحت إلى أن مسؤولية دخول المخدرات والاتجار بها هي عن طريق إيران، هل ستستطيع الحكومة إذا كانت جادة بمحاربة المخدرات أن تفتح هذا الملف مع إيران؟ الحكومة مجبورة أن تفتح هذا الملف مع إيران، لأنها ستكون في حالة ورطة. يعني إذا أصبح هناك قرار عشائري بهدر دماء، يعني راح نصل إلى حالة أشبه بحالة من الفوضى، لربما يستغل هذا القرار العشائري باتجاهات أخرى. ولكن إذا الحكومة كانت صادقة في نواياها، فعليها أيضا أن تطارد، لأن هذه الخلايا أو هذه العصابات سواء الداخلة أو عبر الحدود لوقف تهريبها أو التشديد على الحدود حتى إذا لم تفتح، لأن إيران هي مسؤولة عن داخل إيران. نعم. لكن العراق الآن عليه أن يحافظ على بيئته وعلى حدوده من هذه الدخول. نعم. وإحالة هؤلاء إلى المحاكم لنيل أقصى أنواع العقوبات، عند ذاك يمكن أن نحد من هذه الجريمة، هي جريمة تجارة المخدرات وتعاطيها. أمين سر، نشكركم الشكر الجزيل، أمين سر مجلس شيوخ عشائر الثورة العراقية الدكتور يحيى السنبل، شكرا جزيلا، ونعتذر عن المقاطعة لسبب ضيق الوقت، شكرا لكم.